هكبر مش هشغل دماغي وانا فاض وهزر ولا غير كل جا عليا كده ليه حرام انا عملت فيكوا ايه كل عمال يحاسبني اللي مني جاي يابا يعاتبني حتى صاحبي اللي فاكره زي اخويا طلع فيها عاوز ينافسني وركبنا موجة الشهرة وخدتنا وطلعت برا والكل بص عليا بنظرة كده مش طبيعية 5 و3 ساعات